كده كيفاش كانت القضية عندك؟ الحالة بالسلام، كنت دابا الحالة بالسلام كيفاش كتعرف يعني الإنسان دابا كتبقى غير كيتزير وصافي. طيب فين كيتزير؟ في الصدر ديالو. مثلا كيتزير من هنا ولا من هنا؟ غالبا في الصدر. في الصدر؟ كتجي تشقيق؟ لا لا، ولكن واش راسو كامل؟ راسو تقريبا كامل، راسو وليد بحال كدير كتشوف. يعني شنو يعني شنو دابا شنو الشخصيات مثلا؟ عندنا دابا عندنا ضيق في الصدر وعندنا في الراس. اذا باش نشخصوا الحالات، عندك تنمل في رجلي؟ لا، كانت في الاول. ها؟ كانت في الاول تنمل في رجلي؟ ما عندكش تنمل في يدين؟ لا، لك كانت في الاول تنمل هنا في اليد في رجلي. كانت هادشي في الاول، كان الغوات والبكا والصرخ وداكشي. كان من بعد الراس والصدر، والصدر يعني الخليق هنايا. درتي مع جلسه نفسيه؟ لا. دير مع جلسه نفسيه؟ يكون عندها مثلا مشكل نفسي او صدمه نفسيه. كانت عندها صدمه نفسيه غتزير هذا المستر بزاف، ان كاين شي حاجه بغات تخرج من المستر. عدينا مع جلسه نفسيه وديك الساعه فهمت تبين لك الامر، ما ربما يكون عندها مشاكل مثلا. مثلا عندنا خونا درنا له الرقيه، تزيرنا من صدر من راسه، خونا تيقلب على خدمه، ياك الشيء كاين تقلب على خدمه. كاين كون جي وقت كون خدمتي بعد. عندنا خونا كيقلب على خدمه، تيقلب على خدمه عيامي، يعني عيامي يبحث، عيامي يبحث ما لقاش، او كما قال هو اصلا، او تيخدم شهر سيمانتين 15 يوم 20 يوم كيريح. العقل ديال البشر مباشرة شنو؟ مباشرة شنو تدير في الدماغ ديالو؟ أنا تابعيني ياك أخويا حسن، شوف شي تيقولو، أنا تابعيني، أنا عندي عين، أنا عندي حسد، أنا عندي سحر، أنا دايرين ليا سحر، أنا دايرين ليا هادي. لكن الإنسان أنا نسى أنا العلاقة ديالو مع الله سبحانه وتعالى. بحال خويا مثلا دابا جا عندي قال انا ما خدناش، ما قالش انا تابعيني، قال انا تمشي نخدم وتنجي، ما تيسرش الله. اذا هنا ما تيسرش الله، او ان الله سبحانه وتعالى يعني ما بغاش يخدم في ديك الخدمه اللي انت خدام فيها. اذا هنا غنسول في هذه المسائل، كانت مرا عقلي يكون عندها مشاكل شخصيه مع الزوج. هذا دابا الحالات اللي قلت لك دابا عندها السنطاق ديالها شنو بغات الزواج، هي ما مزوجاش يعني كبر في السن مثلا وما مزوجاش. واخا كبيره في السن، هما اللي كبرات في السن كلهم تيكون عندي صحه تعطي الزواج كاملين بدون استثناء، ولكن عندنا هاد الحالات اللي كبرات في السن تيكون عندها صحه تعطي الزواج. يعني هي كتظن في راسها انها راه كبرت في السن عندها صحه تعطي الزواج، لكن شنو الواجب ديال الراقي؟ شنو هو؟ تربط لها قلبها مع الله سبحانه وتعالى، تربط لها قلبها مع الله عز وجل، تربط لها قلبها مع الله سبحانه وتعالى، وتبين لها المسائل. من عند تبين لك انت مثلا ما عندهاش السحر، ما عندهاش حسد، ما عندهاش عين، ما عندهاش العشق، جن عاشق، عاي تبين لك المسائل انها راه عندها ازمه نفسيه لداخل، مزيره شنو هي؟ هي ضانه في عقلها، في الفكره، في العقل الباطني ديالها، ان عندها سحر تعطيل الزواج. هنا خصك تعبر عقلها، تهضر معاها بلا ما ترقيها. حوار ويسر الله باذن الله عز وجل، ونمشي مره ونمشي انا وياه.